أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء. مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء، مساء الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا، واللي إحنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. الحلقة بتاعتنا إن شاء الله النهاردة هتبقى تحت عنوان فاينل ريفيجن على المنهج أز هول، وهيكون في ضيافتنا في هذه الحلقة مستر نبيل بكير. مساء الخير يا فندم. مساء الجمال يا مستر. أخبار حضرتك إيه؟ تمام. هيكون معنا ايضا في الحلقه مستر رمضان التركي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير مستر احمد. اخبار حضرتك؟ الحمد لله بخير الحمد لله تمام. هيكون معنا ايضا في الحلقه دكتور خالد ليالي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام ان شاء الله. تمنياتي القلبيه بحلقه موفقه ومشاهده ممتعه لكل طلابنا الاعزاء اللي بيتابعونا دلوقتي. طبعا زي ما قلنا من شويه الحلقه بتاعتنا تبقى فاينل ريفيجن على المنهج از هول. احنا مقسمينها فقرتين، الفقره الاولى هتبقى عليها جزئيه الجرامر. اساتذتنا الافاضل اللي معانا في الاستوديو مجمعين كم كبير جدا من التمارين على جزئيه الجرامر او على ال 12 يونتس اللي هم موجودين معانا في المنهج از هول. نبدا مع مستر نبيل بكير ونستاذن المخرج الجميل يجيب لنا بيج نمبر 1. اتفضل يا مستر نبيل. بصبح برضه على كل مدرسين اللغه الانجليزيه، احلى مدرسين في مصر هم مدرسين اللغه الانجليزيه. بصبح على كل طلابي، انتوا بذلتوا جهد كبير، ربنا يكرمكم ان شاء الله. ده عاملين كفرنج حلو للفوكابلري والجرامر. نشوف كده نمبر 1 في سبيس الاول. I was waiting for the bus, comma, my mother phoned me. ده حدث كان مستمر. التاني قطوة جايب لي هنا on وجايب لي during وجايب لي since وجايب لي when. كلكم عارفين during بعدها noun، on بقى بعدها gerund، since بعدها جملة كاملة. ما تنفعش في الموضوع ده خالص، يبقى الإجابة هنا when I was waiting for the bus my mother phoned me، اللي هي equal while equal just as. number 2. I haven't been in Aswan for years. Well, I haven't been to Aswan for years. Well, I haven't gone to Aswan. Hadn't gone to Aswan for years. هنا الإجابة طبعًا كلير قوي. في تعبير اسمه I haven't been to. I haven't visited. يعني ما زرتش Aswan for years. Number 3. جملة فيها contrast، تناقض. He used to have money. Didn't used to have money. Is used to have money. Isn't used to have money. Now he's a millionaire. دلوقتي هو مليونير. يعني الجمله فيها كونتراست، يعني هو ما كانش معاه فلوس، دلوقتي هو مليونير. فبستعمل تعبير عن عاده في الماضي وانتهت، بستعمل يا اما يوزد تو يا اما ديدنت يوز تو، بس الجمله فيها كونتراست. يبقى الاجابه هنا هي didn't used to have money now he's a millionaire. That's all مستر احمد. اوكي تو بي كونتينيو بيج نمبر 2. بيج نمبر 2 نمبر 4 يا جماعه. في عندك هنا وي واز ويتنج. طبعا كده اول حاجه هتدلتها واز ويتنج. وي ويتد، had been waiting، had been waiting for nearly طبعا an hour، لمده تقريبا ساعه before the bus finally came. في before في الجمله في كونكتور، في رابط، في لينكر، رابط بين جملتين. في first، في هنا بيعبر عن الديوريشن، في حاجتين بيعبروا عن الديوريشن، had been waiting و had been waiting، بس في before يعني في تو اكشن. يبقى الاجابه بتاعتي we had been waiting for nearly an hour before the bus finally came. بيهتم بالديوريشن، الباست perfect continuous. ماشي. نمبر 5. after done، having done، before done، immediately after done my homework I watched a new film. كلكم طبعا مذاكرين ومراجعين، كلكم عارفين having هي الاجابه الصحيحه هنا، عشان having بعدها البي بي اللي هي equal after. يعني انا having done my homework كانت اصلا after I had done my homework. طبعا before المفروض before doing، immediately after doing، دول بياخدوا gerund. يبقى الاجابه الصحيحه هنا having done. نمبر 6. دينا از مور تشيرفول از تشيرفول، ودي كومباريتيف ادجكتيفز، ولا ليس تشيرفول موست تشيرفول ان هير نيو جوب ذان ان ذا لاست وان. طالما في كلمه ذان هستبعد على طول موست تشيرفول، ليه تعتبر سيبراتيف ادجكتيف. انا هتكلم على كومباريتيف هنا وهستبعد از لان مفيش از. خلاص يبقى عندي هنا مور وليس. في الاخر بيقول لي شي هيتس ات. طب ات دي عايد على مين؟ على الفيرست جوب ولا السكند جوب؟ ده بريزنت، يبقى كده عايد على الفيرست جوب. يبقى الاجابه هنا دينا از ليست تشيرفول. جميل جدا مستر نميل. ننتقل لبيج نمبر 3 مع مستر رمضان التركي. اتفضل يا مستر رمضان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بنمسي على زملائنا مدرسي اللغه الانجليزيه وعلى كل طلابنا اللي بذلوا مجهود كتير جدا السنه دي، وربنا يوفقكم ان شاء الله. وخلاص بقى هانت ان شاء الله، بسيطه ان شاء الله وكله تعدي. نبدا بجمله نمبر 7. افتر وي سبيس ذا اكسبيرمنت وي ويل كولكت ذا ريزلتس. الناس طبعا هتبص على افتر هيقول لهاد. هاد لو هنا في باست سيمبل، انا بصيت على الجمله الثانيه فيها ويل والانفينيتيف. طبعا احنا عارفين ان الجوينرز كلها او لينكرز كلها وراها بريزنت سيمبل او بريزنت بيرفكت، لو الزمن الثاني ايه؟ فيوتشر. يبقى نختار مين يا اولاد؟
تمام هفضل. نمبر 8 within a few years we space able to see tigers in the wild only in zoos. طب انا النهارده اول ما شفت within، الناس اللي مذاكره انا عندي باي وعندي ان، لو وراها future time باي 2070 باي 2050 زي within زي ان، بنختار future ايه perfect. فين الاختيارات؟ هل won't be ولا won't be being ولا aren't being ولا won't have been؟ ايوه انا سامع حد بيقول لي won't have been. very good. number 9 there is a big leak in the ship. ده evidence، واحنا عارفين ان evidence زي بالظبط ال intend وزي decide وده الدليل على حاجة هتحصل. فطبعا الناس مذاكرة الفيوتشر، احنا عندنا في الأدلة هنختار will sink بتاع البريدكشن ولا will be sinking بتاع الفيوتشر الفيوتشر كونتينيوس ولا will have sunk بتاع الفيوتشر بيرفكت ولا is going to sink. طبعا الإيفيدنس بنختار is going to sink. تمام is going to sink. نمبر 10 have you thought about، الناس اللي ذاكرت suggest الاقتراح، عندنا have you thought about what do you think وعندنا why don't we وعندنا I suggest وعندنا how about what about. الناس اللي مذاكرة الحاجات دي حرف جر ورا ايه يا ولاد؟ ايوه سامع حد بيقول لي verb plus ing، يبقى نختار مين؟ doing. why don't you احنا لسه قايلينها. طب ما don't اصلا don't وراها subject، انا لازم اختار infinitive don't subject infinitive، ودي برضو من حالات suggest. فين الانفينيتيف في الاختيارات الاربعه؟ حد بيقول لي letter b take. very good. I suggest that. طب احنا عارفين ان suggest وراها verb plus ing، suggest verb plus ing، وعندنا suggest مع that يا اما subject وinfinitive يا اما subject وshould والinfinitive، مفيش غيرهم. طب انا هنا I suggest that she، يبقى انا عايز infinitive. طب انا عندي cook infinitive، cooking هتستبعد، should cook اه تمشي، يبقى انا هختار هنا both. both ايه يا اولاد؟ a and a and c. ذات تقول مستر احمد. ثانك يو مستر رمضان. ننتقل لبيج نمبر 4 مع دكتور خالد لالي، اتفضل يا دكتور. بحقيقه استاذنا الكبار مستر نبيل ومستر تركي على شرفهم المتميز، وطلابنا الاعزاء اللي بذلوا جهد مقدر. نبدا في نمبر 13 بيقول يو هاف تو ستوب سوشيال ميديا وايل يو ار ستادينج. طبعا ستوب من الافعال اللي يجي بعدها اما جيرنت او انفينيتيف، بس نخلي بالنا يا اولاد ان لما بنستخدم الجيرند بيكون معناها هو توقف تماما عن عمل هذا الشيء. خلي بالنا ان ستوب ممكن يجي بعدها جيرند او انفينيتيف، بس ستوب من الافعال اللي بيبقى فيه فرق كبير جدا في المعنى لو اخترنا جيرند بعدها و او اخترنا انفينيتيف بعدها. لما نقول ستوب تشيكينج اللي هي سي معناها توقف تماما عن ان هو يعني يبص على السوشيال ميديا، وده المعنى الصحيح هنا. انما لو قلنا ستوب تو تشيك يعني لو عملنا الاختيار بي، يبقى معناها هو وقف كل اللي في ايديه وقعد عشان يشوف السوشيال ميديا. فنخلي بالنا ان ستوب من الافعال اللي فيه فرق كبير بين استخدام الجيرند والانفينيتيف بعدها، فهنا الصحيح والمتماشي مع المعنى سي اللي هو تشيك. طيب نشوف الجمله 14 وي تولد هير ذا ساوند واز تو لاود سو شي تيرند ات. طبعا تو لاود هي مفتاح الحل، الصوت عالي جدا فلازم اعمل فيه ايه؟ تو تيرن ات داون اللي هي دي. طيب الجملة 15 بيقول at least I have this weekend to catch with the school work I missed. طبعا هو فاتوا عمل معين، وفي اصطلاح عندنا catch up with something ان انت يعني تلحق تعمل بعض الاعمال المتراكمة عليك، يبقى A الاجابة الصحيحة catch up with. نشوف بعد كده الجملة رقم 16 which of the following is structurally correct. فلو دققنا في الاختيار هنلاقي ان دي هي الاجابه الصحيحه I will get my car checked by a mechanic، معناها ان a mechanic will check the car. to get the car checked يعني طبعا get زائد الاوبجكت زائد الPP معناها ان someone else will check the car for you اللي هو the mechanic. طيب 17 I will have to get a specialist at my computer soon. يبقى get a specialist to look. يبقى خلي بالنا يا جماعه ان هنا get التركيبه بتاعتها بتبقى مختلفه عن have. get somebody to do something، get somebody to do something، وبالتالي لما نقول get لازم نختار verb قبل منه to، يبقى to look هي الاجابه الصحيحه A. لو كان عندنا الفعل have بدل get يبقى have somebody do something على طول من غير to، لكن لانه get لازم نختار الخيار A اللي هو to look. يبقى get a specialist to look at my computer. طيب الجملة الأخيرة اللي هي 18 do you usually
No, I clean it myself. يبقى هنلاقي ان الخيار دي هي هو اللي صح عشان بيشتمل على A و B. فمثلا نقول do you usually get your room cleaned, معناها someone else cleans it for you. برضو لما نقول B, do you usually have your room cleaned, معناها برضو you don't clean it yourself but someone else cleans it for you. وبالتالي دي هو الخيار الصحيح. أحسنت دكتور خالد. ننتقل لبيج نمبر 7 مع مستر نبيل بكير. تفضل يا سلمي. نمبر 19 يا أولاد. My little brother is sad. بقول أخويا الصغير ده sad, حزين, because his favorite toy, لعبته المفضلة, is breaking ولا was breaking ولا had broken ولا had broken. كلها فينا أولاد إن لما يكون في present effect, تأثير الموقف في الوقت الحاضر, بستعمل حاجة اسمها present perfect. Why is my brother, why is my little brother sad? Because he has broken his favorite toy. لكن لو قبل my little brother was sad, كنت اخترت because he had broken. Okay? Number 20. We have lived, have been living, we're living, had lived here for 6 years now. وعايش هنا من 6 سنين إلى الآن. يعني هنا في duration. We don't intend, ومش ناويين to move. الزمن الوحيد يبقى عبر عن حدث بدأ في الماضي ومازال مستمر حتى الآن واحتمال يستمر في المستقبل, اسمه present perfect continuous, مضارع تام مستمر. يبقى الإجابة هنا we have been living here for 6 years. Number 21. I haven't been able to do sports, مش قادر أعمل sports since I my arm. دي قاعد since, قبلها present perfect, بعدها past simple. الإجابة طبعا I haven't been able to do sports since I broke my arm. نمبر 22. A lot of projects. انا عايز اعلمك ازاي تدلت لو انت طالب حتى ضعيف تدلت وتجيب الاجابه الصح. هو بادئ بكلمه a lot of projects. Projects دي بلورا جمع, يعني بادئ اول واحده is being carried. طب ما نستبعد is being carried من غير ما افهم الجمله اصلا يعني. واستبعد is carrying, هتفضل عندي. واستبعد has been carried. يبقى انت حتى لو مش فاهم الجمله كويس هتختارها are being carried. انتوا عارفين ان a lot of projects are being carried out, بتنفذ. To achieve our progress, دي جملة passive. كده استبعدت يا جماعة projects جامعة, استبعد إذا, استبعد إذا, استبعد إذا. اختار الإجابة الصحيحة حتى لو أنت طالب ضعيف. اتعلم. Number 23. I have already beaten at chess yet. في كلمة yet, خلاص كلمة yet دلت بقى يا بابا, دلت كلمة yet بتيجي في النيجاتيف أو في الكويستشن. دي لا نيجاتيف ولا كويستشن. يا مع السلامة. I have just beaten, مع السلامة. I have been beaten, مع السلامة. يبقى أنت حتى لو ضعيف هتختار الإجابة I haven't been beaten من غير ما تبذل اي جهد. اتعلم يا بابا. I haven't been beaten, انا لم اهزم في التشيس yet. Number 24. لازم يساعد الطالب الضعيف. It said ولا it said. It's saying says. من اشهر الجمل بتاعت البزف. It is said that. يقال ان. يقال بضم اولي وسكون اللي في الوسط. It is said that. It is said that the plane will be delayed, هتؤخر او تؤجل an hour tomorrow. مش هي اللي بتقول. يقال عن طريق البيبل, يقال عن طريق الاورجنايزر, يقال عن طريق الريسبونسبيلتيز الى اخره. اتسد. جميل جدا مستر نبيل. ننتقل لبيج نمبر 9 مع مستر رمضان التركي. اتفضل مستر رمضان. نمبر 25. All my classmates have modern smartphones. This means ده معناها my classmates each have a modern smartphone, ولا my classmates each has a modern smartphone, ولا each of my classmates has a modern smartphone. طبعا each يا ولاد وراها singular noun, اسم مفرد. each answer, each one, each boy. و each of وراها countable noun, اسم جمع, بس برضو الفعل بتاعها فعل ايه؟ singular, مفرد. يبقى هنختار ادي اول واحده سي, يبقى سي كده صح. طب احنا عندنا كمان my classmates دي جمع, فبتاخد have مع each, فهنختار رقم ايه برضو؟ رقم ايه؟ يبقى الاجابه الصح بتاعتنا A and C. نمبر 26. برضه مع مستر نبيل زي ما قال احنا مع الطالب الضعيف, تعال نشتغل برضه مع الطالب الضعيف شويه. انا شفت كلمه فريندز في الجمله. She isn't popular, she is, she has friends. فريندز دي ايه؟ اسم جمع. استبعد a little. انا استبعد a little. وليتل وماتش ثلاثه. a little وليتل وماتش لو في ايه؟ countable noun. طب لو هنا uncountable noun انا استخدم ماتش و a little وليتل, كده استبعدنا a little. نون اسمها نون اوف, استبعدها برضه. يبقى عندي a few few. طب هي دلوقتي مش محبوبه, ها؟ يبقى اصدقائها مالهم قليلين قوي قوي, يبقى فيو. تمام, لان فيو قليلا بس يكفي. The weather has been very dry recently, we have had rain. Rain uncountable. هنستبعد افيو زي ما قلنا, هنستبعد افيو وميني وفيو. طيب
no one دي بتاع سينجولار فيرب استبعدها اصبح يا ليتل يا ليتل. طب انت بتقول ذا ويذر هاز بين فيري دراي في جفاف في الطقس يبقى نختار مين؟ ايوه ليتل المطر لا يكفي. نمبر 28 مستر احمد از سكسسفول تيتشر هو مدرس ناجح يبقى اكيد كان طالبا ناجحا هو دلوقتي مدرس ناجح اكيد كان طالب ناجح يبقى ده سي ايه ديدكشن في الباص فين الديدكشن في الباص يا اولاد؟ ايوه ماست هاف بين فيري جود وي ماست باي سيفينيرز فور اور فريندز. احنا هنا بنستخدم ماست في بنستخدمها في الادفايس وبنستخدمها في السترونج ريمايندر وبنستخدمها كمان في الالزام الداخلي بتاعنا. فهنا بقول وي ماست باي سيفينيرز فور اور فريندز لازم نشتري هدايا تذكاريه لاصحابنا. ماست هنا اكسبريسز بتعبر عن سترونج ريمايندر ادفايس ديدكشن بروهيبشن. هنستبعد بروهيبشن طبعا ده التحريم هنستبعد ديدكشن ده للاستنتاج ايوه سترونج ريمايندر. نمبر 30 يو كانت بارك هير unless يو هاف ا لايسنس انت مش هتقدر تركن هنا الا لو معاك رخصه انك تركن. فده ايه تحريم يعني ايه تحريم؟ هل ارنت اوبليج ولا ارنت اكسبكتد ولا ار بريميتد تو ولا ارنت الاو تو؟ الناس اللي بتفكر تقول لي ار نوت الاو تو ايكوالز يو ماست. شكرا مستر احمد. جميل جدا مستر رمضان. ننتقل لبيج نمبر 11 مع دكتور خالد خالد. اتفضل يا دكتور. جمله 31 When I was on holiday last year, I to the beach every day. لاحظ هنا يا اولاد ان عندنا حاجه في الماضي اللي هي last year لكن في نفس الوقت كانت عاده ليا بعملها عشان every day. يبقى حاجه عايزين حاجه تعبر عن الهابت في الماضي. يبقى بالتالي used to بالظبط. used to plus the verb هي اللي بتعبر عن الهابت في الماضي. يبقى اذا A هي الاجابه الصحيحه. طيب B خطأ ليه؟ عشان لما اقول used to زائد الجيرند لازم اجيب قبلها verb to be. يعني مثلا اقول I am used to going وفي الحاله دي بتعبر عن عاده حاليه ليا مش في الماضي وبناء عليه يبقى ايه هي الاجابه الصحيحه. طيب ننتقل للجمله 32 بيقول the plays by Shakespeare are performed everywhere. لو دققنا شويه هنلاقي ان افضل اجابه هي دي اللي هي written وهي حاله من حالات ان احنا بنعمل omission او حذف ليه الrelative pronoun ولازم نحذف بعده الverb to be ونفضل بس الpast participle اللي هو written اللي هي كان أصل الجملة يعني the plays which were written by Shakespeare are performed everywhere وبناء عليه بنحذف الrelative pronoun ولازم نحذف الverb to be وبالتالي يفضل بس الpp اللي هو written يبقى دي الإجابة الصحيحة. خلي بالكم يا جماعة ما ينفعش نجيب b اللي هي which written بس اللي هي a على اساس ان ما جابش فيرب تو بي. اوكي لازم نحذف فيرب تو بي ونحذف الريليتيف برونا. يبقى اذا دي الاجابه الصحيحه. طيب السؤال 33 the tourists stay in Egypt is ended must leave the country. عايز يقول ان السياح اللي اقامتهم في مصر انتهت يجب يغادروا. يبقى stay هنا is used as a noun فاحنا عايزين ريليتيف برونا وينفع possessive يعني possessive pronoun في نفس التوقيت وبالتالي B whose هي أفضل إجابة يعني تنفع possessive وتنفع relative pronoun في نفس الوقت. إذا انتقلنا لسؤال 34 نقول إسراء told me just now that she to Alexandria tomorrow. طالما إن just now ما فيش يعني فترة عدت يبقى ممكن أجيب المستقبل عادي باستخدام will زائد الفعل يبقى B الإجابة الصحيحة عشان وجود tomorrow. تمام يبقى will travel. طيب الجملة 35 he told us that he couldn't concentrate as he English at that moment يبقى was studying. اوكي يبقى ده في عملنا shift the tense one step back in time لان كان اصل الجملة is studying يبقى بنحولها في الماضي was studying يبقى C. طيب الجملة 36 he said that Dina her driving license the day before يبقى had got لان اصل الجملة في المباشر كانت Dina got her driving license مثلا yesterday يبقى اذا هنحولها يبقى had got the day before يبقى B الإجابة الصحيحة. احسنت يا دكتور خالد. اعزائي المشاهدين والطلبة اللي بيتابعونا دلوقتي هننتقل للفقرة الثانية والفقرة الثانية يعتبر اهم الجمل على الفوكاب از هول بالنسبة للمنهج وهنبدا مع مستر نبيل بكير ونشوف الصفحه رقم 1 او بيج نمبر 1. اتفضل مستر نبيل. تمام يا شباب ركز معايا. نمبر 1 في الفوكابلري تعبير مهم جدا جدا موجود في يونت 1 وي ويتد ويز بيتد بريث ولا بريثنج ولا بيرث ولا بريث فور ذا وينر تو بي اناونسد. تعبير كلكم مشهور حافظينه كلكم يا جماعه. احنا انتظرنا بانفاس مكبوته انفاس محبوسه
فين النون هنا؟ ويتد بريس لتر دي، لكن طبعا لتر اي دي الفيرب نفسه بريث يتنفس، وسي طبعا بيرث ده بميلاد، طبعا الاجابه بريس. نمبر 2 بايس، وانتوا عارفين انواع البايس دي مهمه جدا جدا. طب في بايس باي سبين، في بايس باي اوميشن، في بايس باي بليسمنت. فانواع البايس دي مهمه جدا جدا. هو بيقول لي في الاخر هنا از ماركت بيميز باي ليفنج اوت، ما دام جاب لي كلمه ليف اوت، انت ليف اوت بتتجاهل كذا بعض الديتيلز ان نيو ستوري، يبقى ده اسمه بايس باي اوميشن اللي هو التحيز عن طريق الحذف. اللي بعديها برضه مونيت 1 بوك بايرسي، انتوا عارفين بايرسي اللي هي القرصنه على الكتب، كوستد بتكلف نقط مليونز اوف دولارز، ملايين من الدولارات افري يير. بتكلف مين؟ البيت سيلرز لو ما احسن ما يبعت، لا طبعا لا، بتكلف الكابي رايترز اكيد غلط، نوبلتس الرائعين، لا بتكلف الببلشرز. انت عارفين ببلشر تيجي معنا ناشر كسموان او ناشر كشركه، يعني ممكن تبقى كومباني او تبقى سموان. نمبر 4 دكتور عيشة عبد الرحمن sets a good example for girls she is a model. ست بتمثل good example، نموذج يحتذى به للgirls she is a role ولا role ولا role ولا roller. طبعا كلكم عارفين اول حاجه اللي جابت تبقى letter A role model، نموذج يحتذى به. كلمة rule نمرة B معناها يحكم او تيجي معنا قانون، ورول يدقلج او يدحرج او يلف او يبرم. نمبر 5 دينز بيزز ولا انفلونس ولا ستيريوتايب ولا بريجيدس ليد هير تو ديسلايك نورا بيكوز اوف هير سكين، بسبب لون البشره بتاعها. يعني كده واضحه جدا جدا، ده تعبير مهم جدا، بريجيدس اللي هو تحيز او تحامل او كبرياء. نمبر 6 انجي جوت ذا ستودنت اوف ذا يير for all her round excellence. دي حاجة official رسمي، بس تعمل حاجة اسمها award. award بمعنى جايزة او يوم من حاجة رسمي، لكن طبعا reward تعرفين يكافئ، بس حاجة مش formal. جميل جدا، احسنت مستر نبيل. اعزائي الطلبة فاصل قصير ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم بعد الفاصل ونكمل مع بعض حلقتنا مع مستر رمضان التركي، ونشوف مع بعض بيج نمبر 3. اتفضل مستر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. سنتنس نمبر 7 باي دوينج تشاريتي ورك، عمل خيري، هي وونتس تو ميك نوت تو هيز كوميونيتي. هل ريبيتيشن سمعه ولا اتشيفمنتس انجازات ولا اورز جوائز ولا كونتريبيوشنز اسهامات؟ طبعا العمل الخيري ده اسهام في المجتمع، يبقى لتر دي. My English space at university inspired me to become an English teacher. مين بقى اللي في الجامعة اللي خلاك تقرر تبقى مدرس؟ مين في الجامعة؟ هل الليكتشر ولا الترينر ولا الدايركتور ولا الانسبكتور؟ طبعا احنا بنربط الجامعة بالليكتشر اللي هو ايه، المحاضر الجامعي. الجملة نمبر 10. نمبر 10 سيرينا ويليامز في بيج 4. سيرينا ويليامز is the top of the female tennis player in the world. سيرينا ويليامز تتربع على عرش التنس العالمي. طب هنا هل تتربع هنا الدرجة بتاعتها يبقى رانكد ولا ريزد ولا لوكيتد ولا بوزيشن؟ طب بوزيشن ده مكان متحرك. طب ولوكيتد، لوكيتد ان بتساوي سيتويتد ان، دول مستبعدين. طب ريزد doesn't follow by an object، ما ينفعش يبقى وراها مفعول، يبقى ده مش غير مين؟ ايوه رانكد، رتبت يعني. The spot on the space on phones are good. اللي في التليفون كويس. Music sounds loud and clear. اللي بيسمعني الموسيقى اكيد السبيكرز، يبقى letter A السبيكرز. تمام. 12 all trains were cancelled. كل القطارات الغيت. Which were؟ مين بقى اللي الغيت القطارات؟ Which were as I couldn't get to، عشان كده ما رحتش الايه الجامعه بتاعتي. لو انا قريت convenient ملائم، هي available يعني متاح او ملائم برضو. عندي كمان ان انكونفينينت ولا فاليبل؟ ايوه انا سامع حد بيقول لي ليتر بي انكونفينينت. فيري جود، ذاتس اول الصراحه. جميل جدا مستر رمضان. ننتقل لبيج نمبر 5 مع دكتور خالد ليالي. اتفضل يا دكتور. نكمل سنتنس 13. اوبريشن كان بي دان مور وين روبوتس هاندل ذا سيرجيكال تولز. هنا هنختار كويكلي على اساس ان هاندلنج اوف ذا تولز بيبقى اسرع باستخدام الروبوتس، يبقى ايه هي الاولى. طيب نمبر 14 it is better to remain
when you face life's difficulties. هل يا ترى بوزيتيف ولا اوبتيمست؟ لا احنا نختار بي بوزيتيف لان ريمين بيجي بعد ادجكتيف واوبتيمست هنا مستخدمه كناون فمش هينفع نستخدمها بعد ريمين. يبقى ريمين بوزيتيف يعني تكون هي نفس معنى يعني متفائل لكن هي بصيغه الصفه زي ما قلنا يبقى بي. طيب لو انتقلنا للجمله رقم 15 محمد returned home extremely throwing himself on the bed. هنا extremely ما ينفعش اجيب بعدها strong adjective. ما ينفعش اقول مثلا extremely وبعدها exhausted اللي هي strong adjective. ففي الحالة دي لازم اجيب weaker adjective اللي هي دي يبقى extremely tired. هي ديت الاولى في هذه الجملة. طيب لو انتقلنا للجملة number 16 I feel lonely. I am worried about my health. طبعا اللونلي والفيلينج لونلي الشعور بالوحده او الاكتئاب او غيره ده جزء من المينتال هيلث مش الفيزيكال هيلث وبالتالي بي هي اللي هتكون الاجابه الصحيحه معناها الصحه العقليه. طيب نمبر 17 walking in the countryside helps physical and mental health. طبعا helps هي اصطلاحا يجي بعدها فعل بدون ما استخدم to وبالتالي helps improve بمعنى يحسن من كذا. يبقى إذن A هي الإجابة الصحيحة. وطبعا حسب المعنى ما ينفعش أقول مثلا helps discover لازم أقول helps improve. ما ينفعش برضه أقول helps diagnose. لا يبقى helps improve الهدف إن هو بتساعد على تحسين الصحة الجسدية والعقلية. يبقى إذن A. طيب الجملة 18 can you your screen so I can see what the problem is. طبعا الناس بتستخدم حاجة أونلاين فبالتالي زي ما بنقول كده بالعربي بيشير الشاشة مع غيره عشان يشوف هو بيعمل ايه بالظبط. يبقى can you share your screen يبقى ايه هي الإجابة الصحيحة. جميل جدا دكتور خالد. ننتقل لبيج نمبر 7 مع مستر نبيل بكير. اتفضل يا مستر. يا شباب يا ركزوا خليكم ركزين كده كويس ان شاء الله ربنا يكرمكم ان شاء الله. نمبر 19 since I stopped procrastinating. since هنا بمعنى منذ أن توقفت عن procrastinating اللي هو المماطلة يعني my ability تأجيل يعني مماطلة أو تأجيل my ability طبعا قدرت to finish my homework has improved اتحسنت decreased قلت devalued مبقاش لها قيمة ولا broken down break down يتعطل ينهار إلى آخره. طبعا واضح إن أنت بطلت مماطلة بتقدم الحاجة في وقتها طبعا الإجابة أكيد improved. number 20 there are طبعا courses في كورسات أو دورات you can take to get better عشان تتحسن at time consuming استهلاك الوقت ولا management إدارة الوقت ولا waste ولا exploit. طبعا في التعبير اسمه time management إدارة الوقت. exploit طبعا يستغل waste يضيع وفضلات consuming جاي من consume يستهلك consumer مستهلك الأخير يعني. number 21 the difficult test الامتحان الصعب لتو أدى إلى a decline ولا raise ولا produce ولا progress in students motivation في دوافع الطلاب. واضحة جدا جملة الإجابة والتعبير decline ده جاي هيجي في السنة دي في الامتحان 100% وأنا أقول لكم هنا أدت إلى a decline. decline إضمحلال يعني تضاؤل تقلص في الدافع بتاعهم. تعرفين decline ده يعتبر ممكن يبقى transitive verb أو intransitive verb ده يعني لو أقول decline an offer يبقى ده transitive جاي لي بعدي object لكن لو جاي لي بمعنى يضمحل ويتضاءل ويقل وتقلص وكلام ده يبقى ده انترانسيتيف. لكن ديكلاين لو جات لي بمعنى ريفيوز يرفض يبقى ده ترانسيتيف فيرب. طبعا بروديوس تيجي بمعنى ينتج وتيجي بمعنى متجدد رعايه وتعتبر انكاونتبل نون. وبروجرس طبعا يتقدم وريز من افعال بيجي بعدها اوبجكت بمعنى برينج اب يربي وبمعنى ريز بمعنى كولكت ماني يجمع مال وكلام من ده ويرفع الامال وريز بوينت يلا تروح نقطه المناقشه حاجات كتير قوي بس الوقت بتاع البرنامج ضيق يا جماعه. نمبر 22 ذا نيو هوتل الفندق الجديد از فيري نقط ات هاز 200 رومز فيه 200 حجره اند 3 سويمنج بول وثلاث حمامات سباحه باي ذا سي بيسايد ذا سي يعني اكيد ذا نيو هوتل از فيري امبرسيف. اه الاجابه امبرسيف مثير للاعجاب. نمبر 23 سكسس ان لايف النجاح في الحياه از بيسد اون قايم على الهارد ورك العمل الجاد اند افيشن. افيشن ده الطيران اللي جاب الطيران الموضوع اليمينيشن محو ازاله اللي جاب محو ازاله ديتيريشن تدهور لا ديتيرمينيشن اللي هو الاصرار او العزيمه او التصميم. نمبر 24 ووز ان تشينج ان تشارج ان تشويز ان ذا تشارج اوف ذا سيلز ديبارتمنت. مين مسؤول عن قسم المبيعات؟ كلكم عارفين التعبير يا جماعه اسمه حاجه اسمها ان تشارج اوف مسؤول عن ريسبونسبل فور
That's all مستر أخي. جميل جدا مستر نبيل. ننتقل مع بعض البيج نمبر 9 مع مستر رمضان التركي. بسم الله الرحمن الرحيم. نمبر 25. Scientists have succeeded in, نجح العلماء في ايه؟ In the of sunlight, ضوء الشمس, to generate electricity, لتوليد الكهرباء. انا هستبعد A و D مطلقا. عندي يا بي يا سي. الناس هتقول لي بروسيس. يا ابني بروسيس دي عملية. او نجحوا في عملية ضوء الشمس ولا نجحوا في استغلال. ايوة هنا the employment of دي معناها استغلال ضوء الشمس لتوليد الكهرباء. يا بدأ letter C. Number 26. My father has a lot of. باباي عنده ايه بقى؟ We often seek his guidance. ودايما بناخد فيه ارشاداته يعني. نمشي ورا تعليماته. هاتر الكراهية. وزدم حكمة. كارج شجاعة. جلسي غيرة. اعتقد يا اما شجاعة يا اما وزدم. طبعا انا باخد ارشاده يبقى هنا وزدم. تمام. My sister decided to change. اختي قررت تغير ايه؟ And go to university to get a higher degree. قررت تغير ايه عشان تخش جامعة وتاخد درجات اعلى. هل رياكشن رد فعلها؟ ايه علاقة رد فعلها بتغيير ارائها؟ انفكشن عدوى دي مستبعدة تماما. كوليكشن جمع ما ينفعش. يبقى ما فيش غير مين؟ دايركشن. غيرت اتجاهها كده راحت من حتة لحتة عشان تاخد درجات ايه اعلى. الصفحة اللي بعد كده مامز ارويل المومياءات المامز المومياءات اللي هي بتاع الفراعنة ارويل هيومن بوديز. هل براكتيكال عملية ولا هل انتاير كاملة ولا هل اسينشال ضرورية ولا هل بريزيرفد؟ طبعا الماميز ويل بريزيرفد هيومن بوديز هي حفظ الاجساد بطريقة ايه؟ كاملة. I bought this car يبقى بريزيرف. I bought this car for a good price. It's really a myth ولا heritage site ولا remain ولا bargain. طبعا انا اشتريتها بسعر كويس يعني خدت فيها عرض تخفيض في السعر يبقى مفيش غير مين؟ letter D. The last sentence to space is to remove something from the ground. ايه هو بقى اللي نشيل حاجة من الارض؟ هل pick up ولا hand in ولا come across ولا dig up؟ dig up يحفر. hand in يسلم بالايد. طب وبعدين عند يا بيك ابي اكروس. طب هنا انا حتى بقول بوصل صاحبي بقول له اي بيك ام اب. فانا بلقط حاجه من الارض بيك ات اب يبقى لتر اي. ذاتس اول مستر احمد. جميل جدا مستر رمضان. ننتقل مع بعض للبيج نمبر 11 مع دكتور خالد ليل. اتفضل. جمله 31. The government warned the villagers to stay safe at home during the storm. يبقى هنا isolated هي الاولى ان هم يعني منعزلين فممكن يتاثروا بالستورم بشكل كبير. يبقى isolated villagers. D. طيب الجملة 32. Someone who is able to speak only one language. اللي بيتكلم لغة واحدة فقط بيسموه mono. mono معناها واحد. يبقى monolingual A هي الإجابة الصحيحة. طبعا لو قلنا bilingual اللي هي بيدي معناها بيتكلم لغتين. هو طالب اللي بيتكلم لغة واحدة يبقى monolingual A. طيب الجملة 33. The main of the job of a secretary is doing office work. يبقى هنا هنقول the main aspect. يعني الشيء الرئيسي في عمل السكرتري هو ان هي تعمل office work. يبقى B هي الإجابة الصحيحة. طيب لو انتقلنا للجملة 34. War needs people who don't fear death. طبعا don't fear ديت هي مفتاح الحل. يبقى طالما don't fear death يبقى brave اللي هي B. brave يعني شجاع. طيب 35. You need more evidence to your argument. انت عايز تدعم الارجمنت بتاعتك بدليل او حاجة يبقى نقول support. يبقى اذا C الاجابة الصحيحة لكي تدعم الارجمنت بتاعتك. طيب سؤال 36 والاخير. A joke makes you laugh if you understand its cultural. يبقى context ليه ايه؟ لازم نفهم الكونتكست الثقافي بتاع النكته او المزحه عشان نفهمها. فيجب ان احنا نقرا بتركيز عشان نعرف المعنى وبالتالي نوصل للاجابه الصحيحه. جميل جدا دكتور خالد. مستر نبيل بكير. In 2 weeks time او 3 weeks time هنبدا مع بعض ماراثون الامتحانات الثانويه العامه. عايز حضرتك كده in 5 minutes في 5 دقائق يعني take your time. عايزك تعمل ستريس على اهم النقاط اللي الطالب يركز عليها في المنهج ازهول. سواء في المنهج في ال 12 يونتس او في التشابترز بتاعت الايه؟ بتاعت القصه. انا اول حاجه طبعا بقول لهم الاول منب استرجلوا شويه. جميل جدا. اول حاجه. جميل. لازم يسترجلوا. بص يا ابني طه حل 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 امتحانات قد ما تقدر. ما تذاكرش. حل وطلع اي حاجه واقفه معاك وارجع للملازم بتاعتك او الكتاب اللي تذاكر منه. حل. انا ما عنديش حاجه غير حل. والستوري يقرا الاحداث مره واثنين وثلاثه واربعه
عشان ما بقاش بيهافز اسئله كده كريتيكال ثينكينج، اسئله بتعتمد على النقد باسلوبك انت تقدر تتكلم على الاوبينيون بتاعك. لكن انا في رايي حل 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 كومبريشن كتير قطعتين. كل ده جميل جدا، بس انا في عندي طلبه ضعيفه بتتابعنا دلوقتي دايما يبقى ايه يجي لك فتره الامتحانات يقول لك مثلا عايزك تركز لي على يونت 3 ولا 4 ولا شابتر كذا ولا اسئله معينه، انا عايز حضرتك تحط تمام المنهج قدامك كانه مرايه تمام معايا واعمل لي ستريس على اهم من تمام. في طبعا في حاجات اساسيه لازم يجي في الامتحان، طبعا الدرس بتاع الكوزيتيف والاكتيف كوزيتيف والباسيف كوزيتيف بيبقى له نقطه في الامتحان. التنسز طبعا عموما من ضمن الفيوتشر والباست بيرفكت والبريزنت بيرفكت لازم بيجيب منهم جملتين. عندك الدايركت والدايركت طبعا ده اساسي في الامتحان لازم يركز عليه برضو. وللاسف بنرجع للجرامر التراكمي، بيجيب من قاعده اف، بيجيب من حاجه اسمها اي وش، بيجيب من الديفينيت والانديفينيت ارتكل اداه المعرفه والنقره ايه وان وذا. لازم يرجع المنهج القديم. جميل ده الماي اوبينيون يعني. جميل جدا. بس هو الحل حل كتير. جميل مستر جميل. مستر رمضان نفس السؤال موجه لحضرتك، زي ما قلت لك الطلبه في اخر فتره متعلقه باشياء، فانا ازاي يعمل له ستريس على نقاط معينه سواء في الجرامر او في القصه ازهول، ايه الحاجات اللي ممكن دايما درجه في الامتحان من خلال خبراتكم في السنوات السابقه؟ تمام، انا اضيف على كلام مستر نبيل طبعا بالاضافه للدايركت والاندايركت ان دي من الحاجات الاساسيه اللي يحطها رقم واحد كده في مذاكرته، يبدا بيها يونت 12 دي ما فيهاش حل تاني، يرجع بظهره كده يجي اليونت 11 بتاع الريلاتيف بيجي منها جمله طبعا، وخاصه حذف ضمائر الوصل الاوميشن بتاع زي احذفها اللي مثلا ذا بوكس ريتين باي زي قال دكتور خالد، الجمل اللي فيها حذف دي مهمه جدا لان هو بيعتمد عليها كويس قوي. انا لو مكان الطالب يا مستر احمد اركز قوي قوي على الكومبرهنشن باسج والترانزليشن، احنا بنتكلم في 20 درجه 20 درجه لوحدهم، يعني انا متخيل الامتحان من 50 انا عندي 20 درجه في الكومبرهنشن باسج والترانزليشن. انا لو مكانه يعني انا كل يوم احل واحده باسج بس، طالب الضعيف كل يوم حل باسج وافتح القاموس وافتح الموبايل زي ما بتلعب على الموبايل يا سيدي، ترجم على الموبايل ترجم على الموبايل. حل القطع يا مستر احمد احنا بنتكلم في 12 درجه والترجمه 6 درجات، يعني كم مهول. انا لو انا خلصت دول انا كده ضمنت النجاح في الانجليزي، ضمنت النجاح لو انا اجيد الحاجتين دول بس. هاجي بقى بعد كده النوفل، عندك النوفل مثلا عندك بيب، ما اقرا شخصيه بيب ده كويس، بيب ده بطل القصه الرئيسي اللي انا كراجل بحط امتحان، مش احط امتحان عليه، لو انا بحط امتحان لازم اسال عليه. بيب اسال على مس هشام البطله الثانيه اللي في القصه، اسال على البنيفاكتور ليه اللي خلاه ايه اللي خلاه يدعم بيب، ليه 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 الراجل ده، لانه ساعده فما نسيش مساعدته، فده برضه وفاء بالجميل زي ما بيقولوا. وازاي بيب برضه بسبب واحد مجرم يبعد عن اهله ويتنكر ليهم ودرجه في حياته، فدي قصه. يبقى انا النهارده عندي القصه وعندي الترجمه وعندي الكومبرهنشن، انت بتتكلم في ثلاث حاجات يجيبوا للطالب على الاقل 22 درجه. اتليست ده يعني لو هو ما بيعرفش حاجه. لو دخلنا بقى في الجرامر مستر نبيل ركز على شويه حاجات كويسين جدا في الجرامر، لو ذاكرهم ضمن النص الاختياري على الاقل. والكلمات بقى دي مجهود، وهو بقى زي ما قال له استرجل لازم يتعب شويه. ما حدش النهارده يا مستر احمد بيوصل لهدفه كده ببساطه. لازم يتعب جدا كمان. اما بقى يتعب ويعمل اللي ربنا سبحانه وتعالى قدره عليه وما يبصش بقى لكليات القمه وكليات القاع والكلام اللي الناس عايشه فيه ده. بالعكس انت ممكن تبقى في كليه من الكليات اللي بيقولوا عليها كليه قاع وتحقق طموحك وهدفك احسن من واحد دخل طب وهندسه وصيدله والكلام ده كله. ياما في ناس هندسه وشغالين سواقين تاكسي. معلش يعني. وفي طب وفشله. فشله ما فيش حتى عيان بيروح لهم. وفي ناس بتبقى خريج دبلوم وبسم الله ما شاء الله. حاجه كده يعني حاجه كبيره، فحقق هدفك كده وابذل مجهود وسيب كله على ربنا. وما تقعدش بقى ايه اصل الاستاذ قال الامتحان صعب، اصل الفلاني قال الامتحان هيجي السنه دي مش عارف منين، اصل الفلاني قال الامتحان. ما فيش امتحان بيخرج من الكتاب. احنا في برنامج مدرس على الهواء احنا راجعنا الكتاب ده 20 مره. لو الطالب النهارده رجع لشويه الحلقات اللي فيهم حلول مستر نبيل عمل مجهود رهيب، والناس الاستاذ الافاضل المدرسين تعبوا جدا في البرنامج. طب ما تشتغل على هات الحالات دي واسمعها شوفها ايه المشكله يعني. ده رايي بصراحه. وربنا يوفق الجميع وربنا يوفق اولادنا جميعا. دكتور خالد ذا سيم كويستشن، برضه الطلبه كلها عايزه تسمع تحليلك للمنهج ازاي، ايه الحاجات اللي يعمل عليها ستريس بالنسبه للمنهج ازهول. تمام، في الحقيقه انا بحب اضم صوت المستر نبيل
اهم شيء انا شايفه من وجهه نظر يعني في الفتره ديت ان هو you should answer as many tests as possible، لان لما بتعمل يعني امتحانات كتير يعني حاجه زي diagnostic كده، بتشوف الجزء اللي انت ممكن ضعيف فيه او اللي هو فاتك، فبتقدر تراجع عليه وتعمل repairing للحاجه اللي تقدر تعملها في الوقت ده. وزي برضو ما مستر نبيل قال ان في حاجات كلاسيك في الامتحانات، يعني مثلا ما ينفعش يجي امتحان لما يسال على الريلاتيف كلاوزز، ودي النقطه برضو ركز فيها مستر تركي. والتنسز برضو كلاسيك، لازم يجي لك سؤال عن التنسز، بالذات البيرفكت تنسز، جمل فيها فور وسنس فلازم نحطها مثلا في البيرفكت تنسز. لازم يجي ديركت واندريكت على الاقل وان كويستشن. وزي ما برضو ما مستر نبيل قال ان الجرامر يا جماعه بتبقى يعني حاجه تراكميه، يعني ما ينفعش يقول اه ده في قاعده جرامر خدتها في سنه اولى ثانوي يبقى انا ثالثه ماليش علاقه بيها، لا هي مبنيه على بعض. فبس زي ما قلنا في حاجات كلاسيك زي مثلا التنسز، زي الريلاتيف كلاوزز، زي الديركت والانديركت، زي المبني المجهول اللي هو الباسيف، بتيجي برضو ستراكشرز كتيره في الباسيف. زمن الفيوتشر بيركز فيه كتير، زي الجمله مستر تركي قال باي زائد زمن مستقبلي او ان زائد فتره زمنيه، دي بتبقى حاجه ماركر للفيوتشر بيرفكت وهكذا. ده بالنسبه لجزء الجرامر. بالنسبه بقى للفوكاب، تحل برضو كتير واقرا، ومن خلال طبعا الفوكاب انا ما بشجعش ان في طلبه تجيب يعني كميه كبيره من الكلمات وتحفظها بدون كونتكست، لا. فافضل حاجه برضو مستر تركي قالها ان احنا نقرا ريدنج كومبريهنشن كتير، ومن خلال الريدنج هتعرف كلمات كتير بتجيلك في كونتكست، لان احنا عارفين في كلمات كتير لها اكتر من معنى، وبالتالي المعنى بيختلف وفقا للسياق. فانا ما بشجعش اي طالب ان هو يجيب كميه كلمات كتيره ويحفظها بدون سياق، لا، لازم يكون من خلال سياق. وافضل حاجه ان انت تقرا ريدنج كومبريهنشن، وكمان بيبقى عليها درجه عاليه في الامتحان. فلو تعودت تقرا ريدنج كومبريهنشنز كتير وتحل الاسئله اللي عليها، ممكن يبقى اعداد كويس في الامتحان. طبعا القصه وزي ما مستر بكير قال ان هي اسئله نقديه، يعني انت فهمت المين كاركترز زي باب وزي مس هافيشام وكده، يعني فاهم، يعني حسب فهمك انت. هو مش هيجي لك حاجه يعني تقيس الفهم، تقيس سوري الحفظ، هو هيجي لك حاجه تقيس الفهم، ودي حاجه كويسه. انت فهمت القصه والبلوت والمين كاركترز، فهتقدر تجاوب. وانا اعتقد ان مفيش يعني اسئله تخلو من ان لازم يجيب لك حاجه عن بيب او مس هافيشام او مثلا الشيء اللي هي الشخصيات الرئيسيه، ممكن مستر جو، مسز جو، الى اخر ماجويتش، لانه برضو لعب دور مهم اللي هو كان بنفاكتور لبيب في القصه. وطبعا الاسي سهلوها جدا 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 من وجهه نظر حتى الطالب المتوسط. هتكتب مثلا from 16 to 18 lines، هيبقى اللي هي 200 words تقريبا، عليهم بس 4 marks، يعني معناها ان انت قدامك الفرصه ان انت تجيب درجه كويسه، بس برضو تعمل براكتس، تكتب مثلا اكتر من مره قبل ما تخش الامتحان الفعلي، عشان الكتابه is the most difficult language skill، فما فيش مانع ان انت تعد نفسك ليها، حتى لو هي عليها درجات قليله في الثانويه، بس هتستفيد من المهاره ديت في الجامعه ان شاء الله. نتمنى التوفيق لابناء الطلاب جميعا. اشكرك دكتور خالد. مستر نبيل، كان عندك تعقيب؟ طبعا اضافه لكلام الزملاء الاعزاء طبعا دكتور خالد ومستر رمضان تركي، بقول للطلبه برضو انا قلت لك 100 مره، هو لازم يسترجل ويتعبوا، ما فيش حاجه اسمها كده ان اجيب نتيجه من غير جهد. الحاجه الثانيه، احنا تليفوناتنا موجوده في البرنامج، احنا تحت امر اي طالب في اي مكان في مصر العربيه، تحت امر اي مدرس لسه مبتدئ ومحتاج الاكسبيرينس بتاعتنا تحت امره. واعتقد لو في مدرسين بتتفرج علينا النهارده، انا في مدرسين كتير جدا جدا صغيرين بيتصلوا بيا وبدعمهم جامد جدا جدا، ما بتاخرش عنهم في اي وقت، تتصلوا بينا هديك كل خبراتنا، احنا تحت امركم في اي حاجه، وربنا يوفقك يا رب وبالنجاح والتوفيق. شرفتنا مستر نبيل. في نهايه الحلقه ان شاء الله اتمنى التوفيق لكل طلابنا اللي بيتابعونا دلوقتي، وكل طلاب جمهوريه مصر العربيه اللي بيتابعوا البرنامج ازهول. وعايز حابب اقدم رساله شكر، طبعا احنا موجود معانا في الحلقه بتاعت المراجعه النهارده مستر نبيل بكير، مستر رمضان التركي، دكتور خالد الليالي، بشكركم. وحابب طبعا اشكر ستاف اللغه الانجليزيه اللي كان معانا على مدار الموسم الدراسي، طبعا مستر خالد عطيه، مستر محمد فتح الباب، مستر محمود قرطوم، مستر عبد الحميد الجندي، مستر خالد عبد الهادي، مستر محمد سيد. ده كان الصف بتاع اللغه الانجليزيه اللي كان معانا السيزون بتاع السنه دي. حابب اتوجه لهم بالشكر وبالتوفيق لكل طلابهم ان شاء الله، وكل تمنياتنا القلبيه بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الاعزاء، والتوفيق ان شاء الله. شكرا لكم جميعا.